السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله راح نديروا بيتزا كاري. لهاد البيتزا نحتاجوا 3 كيسان ونص تاع الفرينه اللي هي رطل الفرينه اللي ما عندهاش الميزان تعبر 3 كيسان ونص، نص كاس تاع الزيت، ديروا زيت زيتون ولا زيت نباتي عادي، حبه بيض، عندنا مغرفه صغيره تاع الملح، مغرفه كبيره خميره الخبز، ومغرفه كبيره تاع السكر. راح نلموها بالمداس. درك راح ندير هنا مع الفرينه الخميره تاع الخبز والسكر، نخلطهم. راح نزيد مغرفه صغيره تاع الملح، درك راح نضيف حبه بيض، نص كاس تاع الزيت، قلت لكم تنجموا ديروا زيت زيتون، ونلموها بالماء دافي. بسم الله، راح نلمها برك بالماء دافي، تحصلوا على عجينه طريه ونخلوها تخمر. نلمها ونجربهاش بزاف، نديروها طريه باش تخمر بالخف وتجي خفيفه العجينه. درك كما راكم تشوفوا غير لميتها، يعني ما تعجنهاش، غير لموها وخليتها تلصق كما راكم تشوفوا. راح نغطيها ونخليها تخمر، خلوها تخمر في بلاصه دافيه. درك راح نحضروا لاصوص طوماط، عندنا هنا حبات تاع طماطم، جوج حبات ولا اربعه، يعني نربيوهم كرفجوهم نديروهم حنا في طاجين. راح نضيفوا عليهم هاد الاعشاب اختياري، تبغوا ديروهم تبغوا ما ديروهمش، الا كان عندكم اعشاب البروفانس ديروا رشه تاع اعشاب البروفانس، ما كانوش كاينين ديروا شويه نعناع يابس، شويه تاع اكليل الجبل، شويه زعتر وشويه زعتره. راح نديروهم، عندنا هنا زوج فصوص كبار تاع الثوم رابين، وشويه فلفل كحل وشويه ملح. نديرو مغرفة زيت زيتون ولا مغرفة تاع الزيت. راح ندير كلش فوق النار حتى تسقال هاد لاصوص. دوكا راح نجيب باكي كريسون نقطعو بهاد الشكل، ندير شوية زيت تساعدني، عندي العجينة راهي خامرة كيما راكم تشوفو. دير يديك في الزيت مزيدوش الفرينة، خلوها هكا طرية. دوك راح نحاول نحلها على حسب الطابلي تاعي، لما تستعمل المول دير يدك في الزيت وتقلي. ممكن تستعملوا الحلال، دوك انا راح نديرها في هذا المول. بسم الله، نزيد نسقمها كي ديروها في المول، نزيدو تسقموها على حساب المول. درك كيما شفتو بعد ما درت العجينه في المول، انا بقات لي العجينه يعني ما درتهاش كاع في هذا المول باش ما تجيش خشينه، ثم لكن عندكم سني كبير ديروا كاع العجينه. راح نفقدها هكا بالفرشيطه باش ما تطلعش بزاف تجيش خشينه. بالنسبة للصوص بعد ما طيب درتها في الصحن باش تبرد كما راكم تشوفو، وراح نديرها هكا من الفوق. كما شفتو هاد البيتزا سهلة بزاف، بيتزا تاع كاع الجزائريين. درك بعد ما درت لاصوص انا ما نديرش الزيتون حتى نخرجها باش ما ينشفش، راح نقطعها باش من بعد سهالة ليا. بهذا الشكل
نشوفو يسخن وندخلها باش طيب. درك كيما شفتو بعد ما طيبنا البيتزا انا خليتها حتى بردت، نقسمها وندير لها الزيتون، يعني حتى تبرد نديروها الزيتون. كيما راكم تشوفو من ان شاء الله تجربوا البيتزا تاع اليوم، كيما شفتو راهي طريه اقتصاديه. ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.